جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى المستمعات تقول أن عبد العزيز بعثت برسالة وضمنتها جمع من الأسئلة. في أحد أسئلتها تقول: في صلاة التراويح يجلس أكثر النساء في الصف الأخير من المسجد، والصفوف الأمامية لا يوجد فيها أحد، مع العلم أننا لا نرى الرجال وبيننا وبينهم حائط، فأي ذلك أفضل، الصلاة في الصف الأول أو الأخير والحال ما ذكرنا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان مصلى النساء مستورا عن الرجال فإن الأفضلية للصف الأول وصفوف الرجال، ما دام أنهن منعزلات عن الرجال ولا يرونهن فإنهن يكن في الصف الأول ولا يبدأن صفا آخر إلا إذا تم الصف الأول وهكذا. أما إذا كنا يصلين في المسجد من غير فاصل بينهن وبين الرجال فإن خير صفوف النساء آخرها كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.